بعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد، احتفلت الكنيسة الأرمنية بعيد الميلاد وعيد الغطاس في 19 من الشهر الجاري. وبعد إلغاء كافة مظاهر الاحتفالية، استقبلت مدينة بيت لحم موكب نائب بطريرك الأرمن الأرثوذكس المطران سيفان غاريبيان، وكان قد انطلق الموكب من مدينة القدس وصولاً لساحة المهد، حيث استقبله حشد من الكهنة ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان وأعضاء المجلس البلدي ومسير المحافظة واللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس والأجهزة الأمنية وعدد من الشخصيات الرسمية. إذن اليوم عيدنا نحن للأرمن الأرثوذكس، وبنرحب بكم، كل عام أنتم بألف خير، إن شاء الله كل شيء تمرق بالسلام مثل ما رأوا الباقين، وإن شاء الله يرجع السلام للبلد، لفلسطين، لأوكرانيا، لكل بلاد بالعالم. الحرب ولا مرة هي نتيجة ولا مرة هي مفيدة، كلهم بيخسروا، ما في ربحان ما في خسران، كلهم بيخسروا على الطرفين، كلهم بيخسروا اللي بالحرب. فإذا نتمنى أنه يرجع السلام بأسرع وقت، يقف الحروب ونحن نرجع لإيماننا، لإحترامنا، لكرامتنا، ونعيش بالمحبة وبالسلام، ودائما نشكر ربنا على كل شيء اللي عطانا. كل عام أنتم بألف خير. وبرائحة البخور وبوقع الترانيم الأرمنية سار الموكب ليصل إلى بلاط الكنيسة إذانا لإقامة قداس منتصف الليل. ونحن طبعا نشكر دائما للدول العربية، بعد المجزرة الأرمن استقبلونا وفتحوا بلدهم، نحن استقرنا في الشرق الأوسط، في لبنان، سوريا، أردن وفلسطين، ونشكر فيهم كتير. الحمد لله هلا في تقريبا اكثر من مليون ارمني في الشرق الاوسط، اول كان طبعا في اكثر، هاجروا لارمينيا، هاجروا لشو اسمه. وهذا بتمنى يكون سلام لكل الشعوب اللي هون، اللي عندنا في فلسطين. احنا هون في يوم عيد الميلاد على الطائفه الارمنيه بنستقبل البطرك، وكلنا أمال إنه الوضع يتحسن والسلام يعم، وإنه الطوائف المسيحية تتوحد في عيد واحد، كان عيد الميلاد المجيد أو في عيد الفصح، لأنه هذا مطلب كثير ملح للطوائف عشان تتوحد. ورسالتنا دائما رسالة إنه يحل السلام في أرض السلام، وغزة كمان يطلعوا من هالأزمة اللي هم فيها ويحل السلام ووقف القتل في غزة. نتمنى الخير والعدل والسلام يحل في ربوع بلادنا، وأن تتوقف الحرب الحمقاء على غزة، وأن يتوقف مسلسل التشريد والاضطهاد، ويحل العدالة على جميع المستويات، وخصوصا أننا نعيد بعيد الميلاد وهو عيد السلام، عيد المحبة، عيد الإنسانية، وأن يتوقف الحروب في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الشرق الأوسط، لأنه هذا مطلب شعبي وسماوي وإنساني. وتوجه الموكب لقاعة الدير الخاص للكنيسة الأرمنية لتلقي التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد وإلقاء كلمات من قبل المؤسسات. اليوم حزين، حزين كتير، الساحة فارغة من المحتفلين طبعا، لأنه الآلام واحدة، آلام غزة، آلام فلسطين، كلها تتجسد هنا في ساحة المهد. نتمنى أن تكون الأعياد القادمة بأفضل من هذا اليوم الحزين. كل عام والجميع بخير. وبهذا تختتم الأعياد الميلادية المجيدة التي اقتصرت على الشعائر الدينية داخل الكنائس، نظرا للأوضاع التي تعيشها البلاد من حروب واستمرار العدوان على غزة، متمنين أن تكون سنة خير وسلام خالية من رائحة الحروب، وأن تعود الأعياد الميلادية المجيدة بكل سلام.
أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، بيكفي يا مقاسي وعود وكلام. طلاب المدارس وجراس الكنايس والجندي والفارس وصوات الأذان، كلن عم بيصلوا تيعم السلام. لنور سعد، مارلين الحدوى، من دير كنيسة الأرمن، بيت لحم.